لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. لي في محبتكم شهود أربع وشهود كل قضية اثنان ففقان قلبي واضطراب جوا خلونا ننشز غصب يقول ودينا بالطيب بس الدهر جحاد الطيب كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها يذكنا مدة وفاة لا تحاول تجيب كان جاتك سالمة حبها تخشها وذمة ما تدرى صابها حق المصيب جعل قشاش الهطاب لا زرى يكتشى لا جيت بعايد على شيباني حنيت نفسي من خلاك فيا فقير وعايد على فقراني امحق فقير وامحق بعد عيدية قالوا عطاه اللول والمرجاني قالوا بنا له قصر في الشرقية قالوا رصيده يا ابري الوجعاني وانا على سيارة كورية. طيب اغمى اغمى عليك شوي قم قم خلاص بعطيكم موال شامي اوف اوف يا مال دخلك بالله يا ودخلك بالله يا هالموت وديني صبح بابي
وانت يا رياح الهاي يا ما تدقي عبوابك يا ما تدقي عبوابك ارن بصوتك يا هالعود شوقي ليهم ما لحدود ارن بصوتك يا هالعود شوقي ليهم ما لحدود وخبرهم لا بد نعود نتلاقى بعد غيابك نتلاقى بعد غيابك انا لولاكم لو طلعت اصعب الالحان واصعب المقامات في الصوت ايش هي اصعب المقامات ما في شيء مثل ما قال ما في شيء اسمه اصعب لا في مقامات احيانا تكون صعبه على المقامات شوف بقول بعطيك مثال المقامات الغربيه سهله تقريبا كل الناس تقدر تؤديها اللي هو الكرد والعجم ولا يقصد هو كمقام كمقام انت بامكانك تؤديه كمقام سهل. لكن كاداء الاداء يختلف طيب تسمع اعطيك اداء مثلا سمعوا له كردي نبغى نسمع كردي كردي حافظ شيء كردي والكردي لا 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 هذا الكل جو هادي رايق رايق عطل 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 طيب أمان هذه وش يا أمان عراقي صح؟ شيء كرد ذكرنا شيء كرد يلا سمعونا كرد يلا ذكرنا بشيء كرد نسيانا والله المشكلة قلت عطل أنسى ترى طيب عطني شيء عراقي من فرق في واحدة ذكرت لا إله إلا الله وش اي والله اني بعد عيني تعنت ضاقت في جوجي عقب ما هي وسيعه هذا مقام الكرد طبعا المقامات افضل المقامات اللي هو حق الفرائح شوف كل شوف الناس اذواق ما تقدر تقول كل شخص له كل شخص له ذوق اصلا كل ذوق له ذوق إيه؟ انا مثلا كل شخص له ذوق ما شاء الله كيف قلت؟ يقول كل شخص شوف انا مثلا احب البيات سمعنا بيات بيات اشياء كثيره طبعا في واحده من الحاني مقام البيات اللي هي لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا نطلب رضاه ونسأله خير الجنان يا إلهي يا عظيم يا مهيمن يا رحيم نسألك خيرا ونعيم والرضا طول الزمان لا هذا هذا ابقى وين ايش الكل انا ايه يشرب الحمام لا هذه خلها مفاجاه وين شوي اي بعد الله عمان فيها طبعا عمان فيها محافظات كثيره ومواويل شعبيه كثيره صح ابغى اسمع موال شعبي من عندكم صعب يعني مثلا احنا عندنا بالجنوب الشيله الفيفيه اللغه الفيفيه مره صعبه شوف في معنا فن اسمه فن التغرود فن التغرود في محافظه الظاهره يا سلام في